كما ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ارجوكم نتقبل كل راي بهدوء، اي ان له دور في الهدايه وايضا دور في الضلال. الله قدوس بطبيعته لا يضل احدا، والا هيكون مشترك في مسؤوليه ضلاله. فاذا كان الضلال عليه عقوبه وربنا هو اللي اضله، يبقى على الله عقوبه، يعني الله اسمى من هذا. لكن اذا حاولت ان اقول لك تفسيرا بسيطا يتمشى مع فهمك لهذه العباره، يعني ربنا يهدي من يشاء وجايز يمنع نعمته عن البعض فيضلون، فيبقى تيجي عبارة ضل من يشاء، ليس ان هو الفاكتور في هذا الضلال، انما تخليه او عدم اشتراك نعمته هي اللي جيت كده.